بنصلي الفجر الصبح وبنبدا ايش ننصب الشبك، شبك من نوع يعني مخصوص لصيد الفر. احنا بنصيد الفر هذا بيجينا من اوروبا من مكان بعيد بعيد، فاول ما يصلنا بكون تعبان على الاخر. هو طائر السمان، واحنا يعني معروف عنا بالفر احنا مسمينه، وهذا يعني يعتبر زي مصدر رزق إلنا في غزة وبرضه هواية. طب شوية بس يجي الحاج. هبدأ من جهة تاني. تمام. بقيت المشروع يعني بروح على البحر، بنجيب لنا 30 جوز 40 جوز فر، بنفرزنها، بنحط النتي على الكوره، نتي مع الكوره، يعني نسبه تناسب كل ذكر بثلاث نتي. فبعد ما يبيض عندك بنحطه عنا في الفقاسه وعياره، خلص صار فقس. بنصير ايش بعد ما يكبر بنهجنه، بنحط مع بعضه. فر المهاجر صحيح جدا، يعني نهفة زي ما بقولوها، وين لما يجي. أما 99% من الناس بتأخذ الفر تبع المزرعة، 99% بيرغبوا الفر هذا لأنه هو المتوفر. في ناس يعني بكلوش الدجاج، بكلوا الفر. كل انسان رغبه في الاكل، في ناس رغبه الفر، في ناس رغبه الصغلي، في ناس رغبه الدجاج، مش واحد. انا بالنسبه لي برغب الفر، كل اسبوع باكل فر.